السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت مهندس معماري او ميكانيكا، فانت ممكن تكون مش محتاج الاستراكشر وفي نفس الوقت هو واخد مساحات. ففي بعض الادوات ده مستخدموش خالص، يعني الجزء ده مثلا الاستراكشر ده كله مستخدموش، الستيل كله ده مستخدموش. طيب احل الموضوع ده ازاي؟ جينا فايل واللي اوبشن، واجي هنا في يوزر انترفيس واشيل الحاجات اللي انا مستخدموش خالص، يعني الاستراكشر انت مستخدموش خلاص شيله، الاستراكشر متصدموش شيله، الاناليسيس تمام. الحاجة اللي انت متستخدمهاش، يعني مثلا انت مهندس معماري، طيب انت هتستخدم الحاجات بتاعت الميكانيكال؟ لأ. الحاجات بتاعت الالكتريكال؟ لأ. طيب الحاجات بتاعت البايبنج برضو لأ. طيب اللي ابدأ شيل الحاجات اللي انت ما بتستخدمهاش، بحيث ان الشاشة بتاعتك تبقى اخف ووفرت لنفسك مساحة معينة، الا لو انت تستخدمها ممكن انت بس تكون ميكانيكا فهتشيل حاجة بتاعت الاستراكشر وتخلي الحاجات اللي انت بتستخدمها.